Masa mungkin sudah mau, masa mungkin sudah memandang komisi itu berada di besar kita. Kita harus segera mengalami musuh artinya kita semua menangisi mereka kondisi orang yang berfajar yang mereka terukkan dalam perkara ini. Apa? Akan bagaimana hasil segini sila telah terbawa tidak mencari bagaimana musim marah ini. برواية حفصنا العاصم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات نعم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان
إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين ليس لهم أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله بسم الله الرحمن الرحيم أجب عن الأسئلة الآتية وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إنك نور مشدد حكمها إظهار الجنة جيد من لدن الإدغام ناقص الإدغام ناقص الإدغام كامل حكيم عليم منع الإظهار الحقيقي الإظهار الحلق عليم المد العارض للسكون السؤال الأخير اذكر حروف الإظهار ستة طبعا
فما هي؟ أخي هاك علما حازه غير خاسر. بارك الله فيك.